بحفل فني ساهر أسدل الستار مساء السبت بتونات على فعاليات الدورة السابعة للمهرجان الوطني لفنون العيط الجبلية. الأمسية الختامية للمهرجان شهدت مشاركة المغني الشعبي سعيد الصنهاجي ومجموعة سلطان للرقص المعاصر والمجموعة التطوانية حنان زرهوني للفنون الشعبية. تختتم الدورة السابعة من هذا المهرجان في واحد مجموعة ديال البرامج فنية جديدة. كاين العمل على تقديم سيمفونية وطنية تتشكل من 100 عنصر مع عدة مدن طنجة، فشاوين، العرايش، تونات. وكان عاود هذا المهرجان كان واحد لوحة جديدة لا فيزيون بين الأغنية الجبلية والأغنية الريفية. وكانت عاود فكرة جديدة لا فيزيون بين الأغنية الجبلية والرقص والأغنية الإفريقية. اختتام المهرجان شهد أيضا تقديم عروض سيمفونية وطنية للعيط الجبلية من أداء مجموعات فنية قدمت من عدة مدن من بينها تونات وشفشاون والعرائش وتطوان وطنجة والقصر الكبير ووزان. برنامج هذه الدورة المنظمة تحت شعار الانفتاح على الثقافة الإفريقية تعزز بتقديم مزيج فريد من سيمفونية العيط الجبلية والتراث الموسيقي الإفريقي والريفي.